أعرب لاعب بايرن ميونخ تحت 19 سنة آدم أزنو عن سروري بالدفاع عن ألوان المنتخب المغربي تحت 17 سنة عقب تواجدي في اللائحة التي استخدمت مواجهة كوريا الجنوبية إنجلترا وفريق ملاقا. ونشر المدافع البالغ من عمر 17 سنة تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع الاجتماعي انستغرام، قال فيها: سعيد جدا بأن أكون جزءا من المنتخب المغربي مرة أخرى. ويزاول أزنو في فئة أقل من 19 سنة لنادي بايرن ميونخ، كما حظي بفرصة التدرب مع الفريق الأول في عدة مناسبات بالنظر إلى قدراته وإمكانياته التي أظهرها. يشار إلى أن المنتخب الوطني الفتيان سيواجه منتخبي كوريا الجنوبية وإنجلترا يومي 11 و 14 من أكتوبر الحالي، على أن يلاقي فريق ملاقا تحت 19 سنة يوم 17 من أكتوبر ضمن معسكره في إسبانيا. نشرت صحيفة ماركا أفضل تشكيل من النجوم العالميين الذين سيشاركون في نهائي كأس العالم 2030 والتي سيحتضنها المغرب وإسبانيا والبرتغال. وتوقعت ماركا أن تضم لائحة أفضل 11 لاعبا سيشاركون مع منتخباتهم في المونديال بعد 7 سنوات، من بينهم النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. وقالت الصحيفة إن حكيمي سيرافقه كوكبا من النجوم الشباب في الفترة الحالية في كأس العالم بعد 7 سنوات، ويتعلق الأمر بكل من الفرنسي كيليان بابي والنرويجي إريك هالاند والإنجليزي بيلينغهام ومجموعة من الأسماء الواعدة في المرحلة الحالية. واعتبر مصدر ذاته أنه يتوقع تطورا كبيرا ونضج تكتيكي لهذه الأسماء، ومن الممكن أن يصلوا لمستوى عالي جدا وسيحملون البطولة العالمية على عاتقهم إنهم واصلوا العمل بشكل جاد. ويتوفر حكيمي على خبرة محترمة في كأس العالم، حيث يعود أول ظهوره في نسخة 2018 بسن لا يتجاوز 18 سنة، إلى جانب المشاركة كرسمي مع المنتخب المغربي في قطر سنة 2022، وبلغ معه نصف النهائي واحتل المركز الرابع عالمياً.